من حصتنا اليوم نحكي على قضية رفعتها منظمة أنا يقظ كيف كيف برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ومجموعة من أعضاء شركة البرومو سبور. باش ناخذ أكثر تفاصيل على الموضوع هذا معنا بالتليفون أشرف العويدي رئيس منظمة أنا يقظ. أشرف أهلا بك. إسلام صحيح كوي الحمد لله. شنو الأمور؟ الحمد لله في فورمة نشط. والله شوي شوي. باهي يا اشرف تعطينا اكثر تفاصيل على القضيه. بو هي عندها تقريبا نهارين ما حبيتش نكلمك الحقيقه، قلت خلينا نعديو الماتشات نتاع المنتخب كما قال رئيس الجامعه باش ما نتهموش ننشوش شويه على المنتخب، وحبيت اليوم ناخذ معاك اكثر تفاصيل على القضيه هذه. هو اسلام كما تفضلت معناها التوجه هي كان خلينا نقولوا قضيه اضافيه ضد جامعه التونسيه كره القدم، لكن المره هذه اكثر نحو شخص رئيس الجامعه بحكم انه رئيس جامعة كرة القدم هو عضو مجلس إدارة في شركة نهوض الرياضة برومسبور اللي هو يجلس معناها ويمثل الشركة هذه. القضية بالنسبة لي نحن هي الإضرار بشركة برومسبور من خلال تغليب خلينا نقول مصلحة جامعة التونسية كرة القدم على شركة برومسبور. برشا عباد يقول لك هي ما هو رئيس الجامعة التونسية كرة القدم، اون فيت القانون نتاع الشركات واضح معناها انك انت تكون عضو في مجلس إدارة شركة يصبح الأولوية نتاعك هو أن الشركة هذيك وضعها المادي يكون أفضل. ربما تونس ما يعرفوش قيمة شركة برومسبور في تاريخ الرياضة التونسية منذ أحداثها. نعطيكم مثال، مثلا ملعب رادس تقريبا 50% من تكلفة بناء ملعب رادس تمت بدعمه شركة برومسبور والمرابيح النهوض بالرياضة. هذيك علاش اليوم هي شركة للأسف كي نراه في الوضع هذايا الوضع مؤسف، خاطر نحكيو على 2013 ميزانيتها 100 مليار، اليوم نلقاوها تقريبا ميزانية نتاعها 6 مليون دينار، اللي نحكيو على تقريبا شركة في طريقها إلى الإضمحلال وتعاني في مشاكل. فبالتالي القرارات اللي خذاوها مجموعة الأشخاص المشرفين عليها بما فيهم السيد ودي الجاري أضرت للأسف شركة البروموسبور. ديما ننوه معناه هو واحد من مجموعة أشخاص قدمت بهم شكاية اللي هم مسؤولين على وصول الشركة للوضع اللي هو فيه. فقط الحاجة الوحيدة اللي احنا ربما ركزنا فيها أكثر مع السيد ودي الجاري هي تضارب المصالح، لأنه هو كرئيس للجامعة التونسية لكرة القدم هو كذلك من أخذ وتساهم في اتخاذ قرار لعقد استشارة بين جامعة التونسية لكرة القدم وبين شركة البروموسبور اللي هو كذلك أضر بالشركة. الحاجة اللي خليت وزير الرياضة يظهر لي السيد كمال قديش ماش أو اللي قبله ألغى القرار هذا لأنه لقاوا فيه ضرر لشركة البروموسبور اللي هي مداخيلها السنوية 6 مليون، عقدها مع جامعة التونسية لكرة القدم 6 مليون، يعني هون ديما بتخدم تعطي فلوس لجامعة التونسية لكرة القدم، هذاك علاش ديجا تم التراجع عليه، هذاك علاش السيد وديع الجاري يقول احنا من العقد هذايا ماخذينها كان 1.5 مليون دينار، علاش ما خدناش بقية المبلغ؟ لأنه وزارة الرياضة أوقفت العمل بهذا العقد اللي اعتبرته مجحف في حق الشركة، مع العلم أنه تم استشارة الهيئة هيئة مكافحة الفساد وهي قالت انه فما تضارب مصالح في حضور السيد وديع الجاري، ومع ذلك صارت الجلسه وكان شيئا لم يكن. باهي الكلام هذا كل على ذمتك اللي قلته واللي باش تقوله طبيعي على ذمتك انت. اي حد من الجامعه التونسيه لكره القدم والا الدكتور وديع الجاري حاب يتدخل يوضح والا حق رد مرحبا به في كل وقت، لو انه هو هبط ستاتيو باش ناخذ منها بعض الحاجات باش نحكيو عليها. الكلام اللي قاله وديع الجاري رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم مشرف، باهي بنسالك فقط بخصوص 6 مليارات اللي دخلهم برومو سبور ويمشيوا للجامعه، هذه معلومات مؤكده وثابته معناها؟ اي ذي عقد معناها ذي عقد معناها موقع بين الشركات أي. هذا ثابت انه الجامعه تاخذ 6 مليارات ثابت، لكن هل مداخل بهم اسبوع فقط 6 مليارات؟ للاسف في السنوات الاخيره معناها الميزانيه شبه منعدمه، معناها اليوم وصلت ل 6 مليارات، المفروض المداخيل فيها تكون اكثر، لكن ما تعرف اليوم فما ظاهره اخرى لازمنا ربما نحكيو عليها، ربما ترقيها انت مقبل، ظاهره شركات الرهان الجديده الالكتروني اللي نوعا ما مارقه شويه عن القانون التونسي، اللي هي اضرت بشكل مباشر بشركه نهوض بالرياضه. اليوم تحب ولا تكره الشركه قاعده تعاني زاد لانه ما عادش هي اللي عندها الاحتكار، ثم قرارات مجلس منافسه لم يتم تطبيقها اللي هي قالت المونوبول نتاع الرهان الرياضي لدى شركه البروموسبور. للاسف في حكومه السيد يوسف الشاهد لم يتم احترام القرارات هذيا، هذاك علاش اليوم بروموسبور قاعده تعطي في
كي منتوج كلاسيكي بينما الناس الكل اليوم افيك دي زابليكاسيون اي موضوع كبير هذا تنجيو في وقت اخر. هذيك علاش فيهم المداخيل تاع برون سبور اليوم تاع روحها داخل مليون مليون. فقط فاصل قصير ونرجع نكملوا معاك اشرف. IT Express Training by Clevery, la nouvelle offre de formation proposée par Express FM, destinée aux experts de l'IT et du management. Donnez-vous la possibilité d'accéder à des certifications reconnues à l'international et profitez en illimité de formations certifiantes telles que PMP, VMware, CCNA et plusieurs autres spécialités en ne payant qu'un seul abonnement annuel. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.expresstraining.tn ou bien appelez-nous sur le 25 760 760. Avec Express FM, rajoutez de la valeur à votre carrière. Fair play. نرجع من جديد مع أشرف العوادي. بي أشرف في التدوية متاع سيد وديع الجري يقول الفلوس مشيت للمنتخب الوطني التونسي. معناها وين المراطن وين مصلحة وديع الجري فين الفلوس تمشي للمنتخب؟ معناها الفلوس ما مشيتش لجيبه هو، مشيت للمنتخب، ونتصور التونس الكل يهم المنتخب ومصلحة المنتخب. هو اكيد معناها كل واحد يتابعه الغرام نتاعو، لكن انا كنت بنسى فهم شكون فينا يراهن الهوند بول اهم، ولا فهم شكون يراهن التنس والفلوس اللي دخلها عند جابر. الفكره انه اليوم هذا صندوق النهوض بالرياضه، وكي احتوت الدوله التونسيه في عهد الحبيب بورقيبه، الهدف منها كان انه تكلفه الرياضه تكون من الرهان الرياضي، معناها اللي بنى البنيه التحتيه الرياضيه واللي خلق لنا دي شامبيون وبنى لنا بعد استادرات بنسبة كبيرة كل شيء هو الفلوس هذية. بالتالي الفلوس هي ماشي للبنية التحتية بشكل أولي، باش يبدأ عندنا بنية تحتية. للأسف خير برشا اللي قاعدين يراو فيها في تيراني الشامبيونات، في الوضع ترى حالة قاعات رياضية كيف منين جاية الفلوس هذية؟ جاية من سكون أبيل لو فون 19 اللي هو فون مشترك بين وزارة الرياضة وبين وزارة المالية، اللي من خلاله يتم تمويل الرياضة. فبالتالي تقولي لي راهو مشيت للمنتخبات، أنت من حقك تدافع كرة القدم، لكن في نفس الوقت يظهر لي فما حق الناس تكون هي أمانة. لكن الإشكال اليوم شنو هو؟ الإضرار بالشركة. معناها وإحنا نحكيو توا معناها أشرف ما انقطع الخط مع أشرف العوادي. يبدو نسمع فيك سلام. أي تو نسمع فيك. سامحني برامو مانيبيلاسيون. هذيك وحنا نحكي والفريق القانوني عمل لي تحيين، يقولوا لي انه وفيت مداخيل البروموسبور هي 2 مليون دينار. هذا في معتقد غير بعثه لي توا، وقيمه العقد هي 6 مليون، معناها اكثر، معناها الشركه خاسره اذا ما تتسلف باش تشرف قداش العقد. قداش مداخيل البروموسبور؟ مدخل شركة البروموسبور مداخيلها هما 2 مليون دينار. 2 فقط معناها؟ 2 للأسف، وي للأسف. وذي من 2013 بدأ يرجع معناها اللعب. الإشكال هون معناها الدخل زوز باش لعبات تفهم، الدخل زوز مليارات تعطي 6 مليارات للجامعة التونسية باش ما نقولش الجامعة التونسية قدام. أنت الإشكال نتاعنا احنا واش رفعنا القضية ونفيت، أنت كمجلس إدارة نتاع شركة البروموسبور اللي أنت تعرف الواقع هذايا، وفي نفس الوقت توافق على عقد كما هذايا، وانت كسيد وديع الجري اللي مفروض تسهر على مصلحة البروموسبور كعضو مجلس ادارتها، قادر ما ننساوش هوني راهو القضيه مش برئيس الجامعه، بعضو مجلس اداره البروموسبور سيد وديع الجري اللي هو يمثلها. كيفاش انت تصحح عقد مشحف يضر بمصالح الشركه هذايا؟ دونك هذيك الاشكال نتاعنا احنا في النقطه هذايا. اللي سمعنا به زاد يبدو انه شركه البروموسبور تحركت من ناحيتها وقامت برفع قضيه لابطال الصفقه هذه بينها وبين جامعه التونسيه، علما انه حتى كنا نقراو البنود نتاع الاتفاقيه مش محترمه، معناها الاتفاقيه تقول لك راهو تحط فيت البروموسبور في السيت ويب نتاع الجامعه، تحط فيت البروموسبور واللوجو نتاعها في المباراه نتاع المنتخب الوطني. للاسف هذا البنود هذه ما انت قاعد تاخذ فلوس، وهذا معظم البنود لا يتم احترامها. هذيك علاش اليوم احنا تحركنا في النقطه هذه. لكن ديما نذكر راهو السيد الجري مطالب انه يسهر على خدمه مصالح شركه انهود برياضه، شركه المكور بحكم هو مجلس عضو في مجلس ادارته. هذيك ريال نيونس لازم تكون واضحه، ربما في صف برشا عباد، مش انك انت تعمل عقد مش حكيم هذاك. بون العقد اليوم نوعا ما تنصت منه الدوله التونسيه والغته، لكن مازالت الصفقه جاريه. دونك هذيك علاش شركه بروموسبور اليوم رفعت قضيه اخرى لابطال الصفقه.
بي في تدوين رئيس الجامعة أشرف عكس عليك الهجوم انت زادة، قال لك كيف كيف انت زادة، من أين لك هذا وشكون يمول في منظمة أنا يقف؟ هو الحكاية ذي معلش معناها يضحك الإنسان اللي على الجريحة اللي يحب يسألها كمسي هو مثل بالوش، معناها الإشكال إنه هو يعرف جيدا مداخيلنا ويعرف جيدا حتى السيد حامد المغربي وقت كنا في لقاء تلفزي يعرف بابا ويعرف أختي ويعرف هو، معناها شو اللي يضحك، لكن جيبوا الرأي العام مش وديع الجريدة، أنا وديع الجريدة يعرف منظمة أن يقض معظم الناس يتابعوها يدخلوا موقع الويب بتاعها يلقوا تهم ولايتها مصادر تمويلها، وأشرف عويدي على عكس وديع الجريدة ليه فقط قام بالتصريح للهيئة بتاع مكافحة التصريح لحاجة ما عملية السيد وديع الجريدة من شر أملاكه، كان تدخل موقع أنا يقض تلقى أشرف عويدي قديش عنده في الكونت قديش عنده ممتلكات، وأتحدى سيد وديع الجري إنه يعمل شيء ذي علما إنه هناك عريضة لدى هيئة مكافحة الفساد بتهمة الإثراء الغير مشروع للسيد وديع الجري، وهناك قضية أخرى ضد السيد وديع الجري إنه هو طبيب لا يمارس العمل متاعه، قضية رفعتها ضد وزارة الشباب والرياضة بوقت اللي كان يخدم في المركز الطبي الرياضي بنابل حكم إنه سنتين يتحصل على مقابل ولا يزاول العمل متاعه، فبالتالي ربما هو يجب يجاوبنا على النقطة ذي. في كل حالات الشرطة الاقتصادية بتونس كانت استمعت للسيد وديع الجري كمتهم في القضية هذه منذ أسبوعين. كيف كيف من الاتهامات وجهها لكم بالتنمر عليه، وخاصة في موضوع ما نحبش ندخلوا شخصيا موضوع الجهويات وكيفاش الحافلة نسيتوا من بنقردين جيد، هل صحيح أنكم تحكيوا هذا معناها في اللقاءات متاعكم التنمر عليه شخصيا بسبب أصوله بنقردين اللي نحبوه نحترمه كل أهلين أغادي؟ ياسير هذا هو اسمع السيد وديع الجري كان عنده نعرف اللي هو عنده كثير من الأصدقاء على مستوى أمني لكن تحرم منهم تنحاو، ولكن للأسف ما نتوقعش كان هو عنده ذنين في قاعدات نحن شي نحكيه عليه، وآخر حاجة نجم نحكيه عليه إنه هو السيد وديع الجري صراحة، لكن الكلام اللي قاعد يقول فيه كان جيت قال أول مرة نفهم إنه فعلا ربما يتحسس منا إحنا، ما هو تو سامبلومون هذه استراتيجية نتاعو اللي قاعد يستعمل فيها كل مرة، خرج قال قبل إحنا أمهاتنا تلبس المالية وأنتم أمهاتكم تلبس اليميني في حديث عن جهة أخرى، كل مرة يتم يلقى روحه في مأزق يجب أن نعرف جهوية ذي ويحكي على أنا جاي من بنقردين وأنا جيت في الحافلة، ماك جاي في الحافلة من بنقردين سيد وديع الجري، عندك مرسيدس بيضة تجيبها من بنقردين، دونك اختارنا من الشعبوية تاع جيت في الحافلة، أنت طبيب معناها ما كنتش من الطبقة معناها المفقرة، أنت طبيب وتستغل وكنت رئيس بلدية قبل ما تجي للجامعة، دونك ماكش ما جيتش في الحافلة، جيت في سيارة والآن لديك سيارة فيريها جدا، فبالتالي اليوم نعرف جهوية ذي وامك تلبس ميني وامي تلبس مالية ولغة ذي كل يلجأ لها سيد وديع الجري كل مرة يلقى روحه في مأزق، فبالتالي هو يجب أن نعرف جهوية، ما نسويش احنا للعبيد اللي لقات رواحة في إشكال مع سيد وديع الجري هي اللي بدأت بالنعرة هذية، ونجم نأكد له كأي إنسان نأكد له ونقول له سيد وديع الجري لم ولن نتعرض للنقطة هذية متاع أنك أنت أصلا بنقردين، بالعكس أصدقائنا في بنقردين أحبابنا في بنقردين ومشكلة في بنقردين في تونس كل ما نشوفها معلش هو يحب يطلع لنا نعرة جهوية أنك تصبح طبيب وأنت من بنقردين، بالعكس قصة نجاح تفتخر بها أنت وعائلتك ونفتخر بها الناس الكل، أنك تصبح يعني اليوم الوحش الذي يدمر الكرة التونسية ما تصورش أنت فخور بها ولا رجالة العامة الأخرانية تاع بنقردين فخورة بها نونسيب. أشرف عندكم مدة تقريبا في شد وجذب مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري، رفعتوا بيه كما كنت تحكي حتى زوز قضايا سابقة، ما فما حد شيء لحد الآن، ما ثبت حد شيء على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يقول القاضي كيف كيف، حتى الحكاية بتاع اليوم تاع بروموسبور تنجم تكون دوسي فارغ معناها ما في حد شيء. هو خلينا باش الناس زاد من حقها يعرفوا ويرحموا يديك، سلام عليك سلام عليك خاطر مهمة برشا، اليوم ديما نعرفوا مقال الملف شنيا. احنا رفعنا في مثلا في الزي الرياضي رفعنا قضيه بالسيد وديع الجري والشركه التي معناها تستشهر لدى المنتخب الوطني، الشركه القضيه هذه في 2020 تم ايداعها، في صيف 2020 سمعتنا الفرقه الاقتصاديه، ثم تم الاستماع للوزاره الماليه والديوانه كاطراف في القضيه هذه، من بعد تم الفرقه الاقتصاديه رجعت للقطب القضائي المالي الدوسيه هذه في افريل 2021، احنا عدنا اسبوعين مشينا للقطب باش نعرفوا ما هي القضيه، القطب بياكد لنا ان هي مازالت لدى النيابه باش تمشي تو القاضي تحقيق، ديما نقول للساده المستمعين راهي قضايا فساد مالي هذه تاخذ سنوات، احنا قضيتنا ضد مثلا سيد نبيل القروي رفعناها في 2016 تو ما فاتش معناها مازالت تو داخلين على عامنا الرابع والخامس وما فاتش، هذه حاجات راهي تاخذ وقت وتتقدم بنسق بطيء جدا، انا قررت نفسي وسمعت التفاقديه وزاره العدل سمعت لنا زاد كمتضرر
انه هناك ناس مقربه من السيد وديع الجهري وهم كذلك في هيكل الجامعه والرابطه قاعدين للاسف يعطلوا في تقدم القرارات هذه. سبحان الله معناها تم عزل مجموعه من القضاة وشخصيات في وزاره الداخليه جوز عيطوا لي يبحث نهارين ورا بعضهم في الشرطه الاقتصاديه معناها تم منعه من السفر. سبحان الله معناها باش نعرف انه زاد الاحتماء السياسي تاع السيد وديع الجهري مع السيد يوسف الشاهد ومع حركه النهضه هو اللي كان يخلي الاجراءات هذه تكون بطيئه تو سامبلومون. خلينا نسميو الاشياء بمسمياتها. اليوم هاكا فما اطار سياسي جديد جاب شي يسافر للقرعه ما خليهوش جاب شي يسافر في مباراه الرجاء كيف كيف ما سافرش خاطر المواطن اصبح يعامل مواطن كبقيه المواطنين فقط. وبالتالي هذاك علاش لو انك انت تحتمي بالسياسي وتدعي البراءه يظهر لي فيها نوع من المغالطه برشا. القضايا ما زالت منشوره، قضايا وزاره الرياضه ضده كذلك منشوره، قضايا هلال الشابه كذلك منشوره، التقرير اللي نزلته منظمه النقد وكذلك نزلوا النائب ياسين عياري كيف كيف قاعد يتقدم الابحاث فيها. ولكن ديما نقول للساده المستمعين رجاء ان راهي قضايا في السيد مالي راهي ستستغرق قليل من الوقت احيانا كثير من الوقت، اما هذيك هي ما عندناش حل اخر. الاصل في الشيء هو محاكمه العادله، السيد وديع الجهري حقه محاكمه عادله يلزم ياخذ اجيال يلزم ياخذها ومن بعد يحكم القاضي هل هو مذنب ام لا. في اللحظه هذه ماهوش مذنب اما زاد ماهوش بريء، زي ما فصلش القاضي بيناتنا. ولو انه القانون يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. الاصل في الشيء دائما هو البراءه بيان سور، هذيك لا تراجع عنها ديما، لكن هو قاعد يحكي كوم سي انه تم تبرئته، هذا مازلنا ما سمعناهوش. راهو انت بريء اذا تثبت ادانتك او العكس، اما الملف القانوني ما تسكرش، قاعد يتقدم ببطء ولكن يتقدم، معناه ماهوش بريء بحكم قضائي خلينا نقول. واضح، يعطيك الصح، شكرا لك اشرف على كل هذه شكرا. التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص القضيه اللي نشرتوها ضد رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم وديع الجهري بسيفته كعضو في شركه البروموسبور مع اعضاء اخرين بتهمه التضارب مصالح. على كل كما قلت في اول مداخله اشرف العوادي الدكتور وديع الجهري والا اي حد من الجامعه التونسيه لكره القدم يحب يوضح ويحب حق رد على الكلام اللي قاله اشرف العوادي مرحبا به. ولو اني قريت بعض من التدوين اللي هبطها وديع الجهري رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم لرد على الاتهامات هذه. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا انيس الجويني في الاخراج، ايضا ناصر الساكري في الاخراج الرقمي، غدوه كيف كيف الموعد من 3 ل 5 في البلاي. اجمل تحيات اسلام المنتبه.